قولك بقعد ابن عمك ومرته عزيت الطاولة مع عمتك ليديا. يا الله يا ماما، ما قالوا لزوم هالعشاء كله، عازمينهم كلهم على العرس وكلهم جايين، ما قالها معنا تعملي عشاء قبل بجمعتين. هلا عم تقولي هيك؟ بكره العشاء ماما وكلهم اكدوا حضورهم. خلص انا بدق وبعتذر لك منهم شخص شخص. صدقيني يا ماما ما قالها معنا هالسهرة، مثل يلي مش مصدق انه رح تجوز بنتها وعملت لها كذا احتفال. يا عمي شو عم تقول هيك؟ شو كذا احتفال؟ يعني مين قالوا علي؟ بنتي الوحيده وانا بدي افرح فيها، انا حره. طنط يسرى، سحر قصدها انه كرمال ما تروح رهجت سهره العرس. يا عمي هي مش سهره، عملت لها عشاء، عشاء ببيتي. عشاء؟ ماما عازمه 50 شخص.